أخبار اليوم. أثق أن كل نساء العالم في الشعوب الحرة يجب أن يقفن وراء نساء مصر وشعب مصر في التجربة الرائدة لحماية العالم والمجتمع الإنساني من الإرهاب الذي يتمدد ويمول، ولن يهدد المجتمع العربي وحده ولكن يتهدد كل شعوب الأرض إذا لم نقف جميعا. أنادي عليهم باسم تاريخ، أعرف التاريخ المصري ماذا يمثل للشعوب جميعا في أنحاء الدنيا وكيف يحترموا هذا التاريخ، وأعرف أنهم يعني يمتلئوا بالاحترام للحضارة، للثورة المصرية ولما قامت به المرأة المصرية، وأرجو أن يتنبهوا للمخطط الذي يريد إسقاط المنطقة ويدركوا أن وقوفهن ووقوف شعوب العالم الحرة مع يعني ما تفعله مصر الآن من مقاومة الإرهاب، من إيقاف تمدد هذه الجماعات الإرهابية التي تنفذ مخططات تدمير المنطقة وتدمير العالم، أثق أنهم يدركوا أن لن يسقط هذا الإرهاب ويحمي المجتمع الإنساني إلا أن نقف مع بعضنا، إلا أن نتكاتف، إلا أن نسكت الأصوات التي للأسف تضلل وتجذب، مثل تقرير هيومن التقرير هذه المنظمة التي أسف أنها تحمل اسم منظمة حقوق الإنسان وتذيع كل هذه البيانات المضللة وتتجاهل ما في مصر من دماء وموت واعتداء وإرهاب وقتل للمدنيين وللجيش وللشرطة. فلنقف كشعوب لنسقط كل ما يقف ضد الإنسانية، لنقف كل كشعوب مع بعضنا لنحمي الإنسانية من هذه الموجة السوداء من الإرهاب الذي تنفذه هذه الجماعات التي تريد تدمير العالم، ويجب أن تتصدى لها كل الشعوب الحرة، تتقدمها قوى النساء الرائعة على جميع الساحات في أنحاء الدنيا. أستاذة، كيف تري دور النساء في الفترة القادمة في ظل الحكومة وفي ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورهم كيف ترى هذه؟ أرى وأعرف وأثق في الثقة والاحترام الذي يكن الرئيس السيسي للمرأة المصرية ولدورها ولما فعلته في ثورة بلادها وفي تاريخ بلادها، وأن الدستور كل ما جاء فيه من مواد يجب أن تتحول إلى قوانين تحمي حقوق المرأة وتنهي التمييز وتجعلها شريكة حقيقية في إدارة هذا الوطن كما كانت شريكة في كل الثورات التي حمته وقامت به. أيضا كما يقرر الدستور أن تكون يعني عماد أساسي في إدارة المحليات، ثورة المحليات لن تكتمل إلا بقيادة النساء والعناصر الكفء من النساء ومن الشباب. المرحلة القادمة والبرلمان القادم، وأدعو نساء مصر كلهن للخروج لاختيار أفضل العناصر التي تمثل 25 يناير و30 يونيو لكي يكون برلمان يعبر عن الثورة ويعبر عن أملها ويحقق طموحات هذا الشعب العظيم الذي ينتظر آفاق من النجاح والازدهار بلا حدود بإذن الله.